السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على احلى وردات وفيونكات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا خلاص وصلت بالم ستور اللي انا قلت لكم ان انا هصوره لكم. بصوا، هو المحل فيه كذا قسم، فيه قسم للميك اب وقسم للشنط واللونجري والملابس اللي هي الداخليه الاندروير والحاجات دي، وفي حاجات كويسه قوي حلوه قوي. تعالوا بقى نتفرج. الميك اب اغلبه بيجي من الامارات على هنا على طول، ففي اغلب الحاجات هتلاقوها هنا اوريجينال، وهو هيبقى يقول لكم لما تيجوا هنا. عندنا ده قسم الشنط، هو تاني قسم على طول. عندنا هنا بقى اللونجري والحاجات البيتي، وقسم كمان للطرح، وعندنا هنا برضو قسم اللونجري والداخلي. هنتفرج على كل حاجه. بصوا، في هنا برضو قسم حاجات خاصة برضو بالميك اب والضوافر والحاجات دي. هنا دي الشيت ماسك بتاع البشرة، بتاع الوش، بتاع الرجل برضو موجود عندهم. هنتفرج على حاجة واحدة واحدة، وتعالوا وان شاء الله هتتبسطوا. الحاجات هنا بتبدأ من اول 100 جنيه، اللونجري الستان من اول 100 جنيه، البيجامات برضو 100 وشوية. تعالوا بقى نشوف سعر كل حاجة ويلا بينا. هم عاملين هنا عروض على الحاجات البيتي واللونجري وحاجات العروسة وكل حاجة. تعالوا بقى نعرف الحاجة. هنا عندنا ده عرض اي طقم من دول بمية جنيه، اللي هو ده وده. عندنا دي سلوبات قمر قوي، هفردها لكم دلوقتي عشان نشوفها برضو. عندنا هنا اي حاجة بيجامة نصكم عاملين عليها عرض ب 175. على فكرة الحاجات خامتها كويسة، الكواليتي كويسة جدا، وكمان البراند بيقولوا عليها ان هي يعني حاجة روعة جدا في هدوم البيت. انا صراحة كنت اول مرة اسمعها، بس قدامي الخامة تحفة، سواء النص كم او دي مثلا، او اللي وراها برضو في كذا واحدة وراها هفرقوا عليهم دلوقتي. دولي البيجامات النص ب 175. عندنا هنا دي ب 100 جنيه، اللي هي القط دي ب 100 جنيه، ودي ب 155. دي هوت شورت برضو خامتها حلو قوي، ده عندنا ب 100 جنيه، ده ب 100 جنيه. هنا اللونجري بيبدأ من 75 جنيه، وفي الاخر ده عندنا الستان القمر ده برضو ده ب 100 جنيه. بصوا، عندنا برضو البيجامة دي، دي عاملة 175 باللاكلوك بتاعها، بالبيجامة النص الستايل التركي اللي انتوا بتحبوه، والبنطلون بتاعها برضو خامته طرية جدا، وعلى الجنب فيه كده زي شريط صغنن كده من نفس القماشة اللي على البيجامة نفسها من فوق، فبرضو سعرها حلو جدا وستايلها كمان مختلف، والبنات بتحب قوي ستايل النص كم كده، فبرضو سعرها حلو. ده دول برضو هوت شورت كده، في كذا لون، بس هي بس الإضاءة مغيرة اللون، يعني ده بينك كده وده لون خوخي. أي واحدة فيهم ب 100 جنيه، وده في ورا اللون الأصفر برضو، ودول كمان أي واحدة فيهم هوت شورت برضو دي ب 100 جنيه، ودي كمان بكت كده بنطلون دي برضو ب 100 جنيه. برضو الحاجات القمر دي بصوا خامتها عامله ازاي، ستان كده، ومن تحت كده في شريط كده زي دانتيل كده، حلوه جدا جدا جدا. دي ب 100 جنيه برضو، في منها كذا لون، ده لون تاني، والبينك برضو مع النبيتي لون تالت. الحقوا بقى، يعني الحاجات محدوده جدا فالحقوها. برضو الطقم ده خطير خطير خطير، نازل من بدل 85 نازل 65. بصوا في منه اللون ده واللون اللي انا ماسكاه ده اهو، وكمان اللي ورا ده. بصوا خطير خطير خطير، وسعره حلو جدا جدا جدا. بصوا شكله مختلف قوي قوي قوي. بصوا دي برضو السلوبات اللي انا قلت لكم هفردها لكم وهصورها لكم، هي في منها اخر قطعتين الشكل ده، وفي شكل تاني كنت صورته لكم من شويه. الاثنين تقريبا نازلين ل 100 وشويه، انا مش فاكره بالظبط السعر كان كام، بس هي ب 100 وشويه، 180، 165، 175، حاجه في الرينج ده، لان بصراحه انا مش فاكره. وده الشكل التاني من السلوبات التانيه، برضو دي ببنطلون بس هم بس تانيينها كده. والكاشات اللي ورا دي اي كاش برضو ب 50 جنيه. عندنا هنا البيجامة دي برضو شكلها عسولة جدا، ستايلها كده عليه زي اللي هي الاقدام بتاعت الدوجز كده، والبنطلون كمان في حركة حلوة جدا من تحت. بصوا دي برضو زي الباقيين ب 175. بصوا الخامة دي كده تحسوها خفيفة قوي شوية كده من الجنب، والقماشة التانية دي اللي هي الطرية اللي انا قلت لكم عليها، حلوة حلوة برضو دي ب 175. تعالوا برضو نتفرج على اشكال تانية. بصوا ده مقاس اكبر شويه للناس اللي بتقلق بقى من المقاسات، في هنا ستايل برضو كبير، وده البنطلون بتاعها شكله برضو حلو جدا، وفي منها كذا لون ورا اهم هناك اهو، كذا لون من نفس النوع. دي برضو ب 175، والبنطلون من الجنب عليه نفس الديزاين اللي على التيشيرت من فوق، حلوه قوي 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 برضو ب 175.
ده برضو هوت شورت كده، بس دي 3 قطع، في قطعة تحت اهي، ودي ودي، التلاتة ب140. حلوة جدا جدا كستان، تبقى حلوة قوي لو هي ب140، يعني تيجي وتخطفوها بقى سواء اللون ده او اللون ده. في برضو عندنا الاخير ده زي سلوبات كده، سلوبات لونجري على فكرة، معروف قوي في الصور بتاعت بنترست، لو انتوا دخلتوا على قسم اللونجري هتلاقي الشكل ده مشهور قوي. فبرضو هنا بسعر خيالي ب100 جنيه بس. بصوا من ورا اصلا عامل ازاي، مفتوح من ورا، حلو قوي قوي قوي. في ورا لون تاني ولون تالت. بصوا برضو الاندرات عندهم سعرها حلو جدا، عاملين عرض اي تلاتة، اي تلاتة اندر، سواء اندر لونجري او اندر من العاديين، التلاتة على بعض ب70 جنيه. حلوين جدا جدا جدا، يعني اثارهم حلوة قوي. فتعالوا برضو شوفوا اشكال كتير قوي. بصوا برضو الخامة دي، دي قطن، قطن يعني ملمسها قطني قوي. الخامة دي برضو طرية جدا، حلوة قوي برضو. اي تلاتة الاشكال بتاعتهم كتيرة جدا، اي تلاتة مع بعض سواء هنا او اللونجري ب70 جنيه. برضو الطقم ده برضو تركي، البراند بتاعته اهي، ده عامل 110، برضو ملمسه حلو جدا وطري جدا جدا جدا. توافر منه اللون ده اللي ورا اهو، البينك وده كحلي والابيض. بصوا بقى تعالوا ندخل على البراهات. بصوا اي براه من اللي قدامكم دول، اي واحده فيهم ب50 جنيه، ما عدا الاثنين دول عشان اماراتي، فنازلين من 90 نازلين ل 65 جنيه، الستايل ده والستايل ده، تمام. انما دول بقى اي واحده فيهم هتبقى ب50 جنيه. حلوه جدا برضو، ان شاء الله هم منزلين في الاسعار جامد، فعايزاكم بقى تيجوا تلحقوه. بصوا ده برضو البادي ده، بتلبسيه برضو في البيت او تحت البيجامة، حلو جدا. ده قطن 100%، ده عامل 40 جنيه. بصوا فيه برضو منه كذا شكل اهو، ده وده، وبصوا الحاجات دي برضو خطيرة. اللي انا صورته لكم ده ب40. بقى الليجنز بتاع الجيم، بصوا هنا برضو اشكالها مميزة جدا جدا جدا. بصوا خامتها حلوة قوي قوي قوي. وبصوا دي اهي، وده كمان. بصوا اي واحد من بتوع الجيم دول اللي هما المنقوشين دول ب160، ودولي السادة ب150 اهو. دي اشكالهم اهي، وفي زي ما انتم شايفين، شوفوا الالوان اصلا كمية الوان كتيرة قوي. بقى تعالوا نشوفوا الروعة اللي هنا الموجودة هنا في الشنط الكروس، حلوة جدا جدا جدا. اسعارها بتبدأ من 100 جنيه، اي شنطة كروس هتبدأ من 100 جنيه فيما فوق، يعني 130 140، اقصى حاجة فيهم هتكون 150 جنيه، تمام. دي الشنط الكروس. الشنط الكبيره بقى، سواء الاشكال اللي فوق دي او الاشكال دي، برضو في حاجات هناك هنا تحفه، تعالوا كده نتفرج عليها. بصوا دي مثلا، واللي فوق دول ثلاثه دول. بصوا الشنط العاديه بتبدا من 190، اقصى حاجه هتبقى 250، 190 200 210 225 وهكذا لحد 250، ودول بيبداوا من اول 100 جنيه. حلوين جدا جدا برضو. وفي هنا زي بارتيشن كده، ده خاص بالطرح، بتبدا من اول 30 جنيه سكارفات وطرح وكل حاجه، اقصى حاجه هنوصل لها هي 90 جنيه. في حاجات قطن وحاجات كتان وسكارفات واشكال كتير قوي، بس احنا بقى مش هنلحق نصورها كلها، فانا قلت اقول لكم بس رينج الاسعار من اول 30 لحد 90 اقصى حاجه. بصوا في ساتانات برضو، تعالوا بقى انتوا اتفرجوا. بصوا دول برضو الطرح الكريب بدرجاتهم موجودين هنا برضو. بصوا انت هتدخلوا عالم تاني، يعني هتلاقوا كل حاجة، كل حاجة انتم محتاجينها، طرح، اكسسوارات، الشنط، الاكسسوارز، الميك اب، اللونجري، حاجات البيت، هدوم البيت، كل حاجة موجودة. بصوا حاجة زي كده مثلا، ده ب65، في ب45، يعني ده ب45، وفي حاجات ب70 على حسب بقى اللي انتم، يعني هي دي رينج الاسعار في المنطقة اللي احنا فيها دي. بصوا يا جماعه، ده كده بقى الركن اللي انا قلت لكم بتاع الميك اب كله. طبعا انتوا عارفين ان انا افشل واحده تتكلم عن الميك اب، فانا مش عارف اقول لكم ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه، انا ماليش في الحاجات دي خالص. بس بقول لكم ان في حاجات عنده موجوده اوريجينال 100%، وفي حاجات كوبي للناس اللي هي مقتدره على سعر ده او على سعر ده، هتيجوا هنا تلاقوا حاجات كتير سواء في الفاونديشن او في اي نوع تاني من المكياج. بصوا تعالوا برضو في قسم كده حاجات فوق للحاجات بتاعه الشعر وكده، ومنظم الميك اب عندهم، وقشطه الاميرات ونخاع انثى الجمل وحليب جوز الهند برضو متوفر عندهم. تعالوا
ندخل على القسم التاني، ده قسم الفاونديشن. بصوا موجود كذا براند اصلا، بس مش هقدر اقول لكم ايه الاحسن وايه الاوحش لان انا ما بجربش الحاجات دي، فانتوا بقى على حسب انتوا متعودين تستخدموا ايه. هنا برضو في بلاشر وفي الاي شادو والبتاع اللي هو البرايمر ده، انا عارفه ده بس مش عارفه اي حاجه تانية، فما علينا بقى من حوارات المكياج دي. فتعالوا انتوا بقى بصوا برضو الرجوت، بصوا الماسكارا بتاعت اسنس دي برضو اللي مش لاقيها هي موجودة عندهم، والماسكارا التانية دي برضو لقيتها مشهورة على نون جدا مش اول مرة اشوفها. بصوا هنا برضو الاقلام بتاعت الايلاينر والبتاعت شاو وبتاع اماندا برضو موجود عندهم. بصوا في هنا برضو فوط حمام ب20 والشرابات التقيلة علشان الشتاء. بصوا سمكها عامل ازاي، ده ب15. والشراب السوري بقى اللي انتوا عارفينه اللي كان نزل على بنترست برضو وكان شهر قوي، اللي هي ده صورته برضو متوفر عندهم الاسود والالوان تمام، وفي الشكل ده كمان وده الشكل اللي على الصورة. سعره 10 جنيه. برضو الساعات دي من اول 100 جنيه، هي كلها ب100 جنيه، اي ساعة ب100 جنيه. بصوا دي شكلها حلوة قوي برضو لذيذة جدا، ودي كمان شكلها عسول. بصوا اشكالهم خطيرة برضو، اي ساعة ب100 جنيه، حلوين قوي قوي قوي، فيهم حاجات فظيعة. بصوا بقى تعالوا نركز في القسم ده كده علشان يعني انا بحاول ان انا اوصل لكم كل حاجة. ده الكريم بتاع الهالات والتفتيح، ده بتاع الرؤوس السوداء اللي انت بتحطيه على الحباية السوداء وتروح على طول. انا ما جربتوش بس هما بيقولوا ان دي طريقة عمله يعني. ده برضو زيت شعر. ده عندنا الكريم اللي هو بتاع التفتيح برضو للسنسيتيف اريا، ده مزيل الميك اب. ده المثبت المكياج بتاع محمود سعيد للي بيدور عليه ومش لاقيه، هو موجود عندهم هنا. وده مزيل مكياج. بصوا القسم اللي تحت برضو عندنا هنا ده الاسيتون السبراي اسيتون، وده المخمارية السعودي، دي الطقم بتاع عبد الصمد الكرشي اللي انا كلمتكم عنه قبل كده متوفر عندهم برضو، ودي المسك الطهارة بس العربي. بصوا بقى نطلع لفوق كده القسم الاسبريهات بقى والبادي سبلاش واللوشن والحاجات دي. بصوا اللي فوق ده بيبدا من 35 وفي 45. برضو ننزل تحت الحاجات. بصوا برضو اللوشن ده واللوشن والباودر نفس البراند، وده اللوشن بتاع ماي واي ده برضو بادي سبلاش. بصوا الكورنر ده برضو صبغه بقى اللي اسمها باليت دي من 35. في برضو الشمع وفي الجهاز الخاص بالشمع، دي ب25 مناديل وده ب35. تعالوا بقى تعالوا، مش هقول اكتر من كده. بصوا بتبدا من اول 250 لحد 450. طبعا الجزء ده كده ده بيبقى معاه ضمان مترخ لمده سنه طبعا بالباكجنج بتاعته بكل حاجه. لو انت هتقدميها هديه تبقى هديه حلوه جدا. من اول اسعارهم بقى بتتفاوت من 250 لحد 450. بصوا ده الشكل النهائي بقى خلاص، يعني انا صورت لكم الاقسام كلها. بصوا ده القسم الميك اب خلاص خلصناه. برضو الشنط كلها. بصوا خلصنا برضو قسم الهدوم، اللونجري البيتي الجيم كل حاجه خلصنا. شويه من الطرح، البرهات السوفتات خلاص. يعني كده انا حاولت اصور لكم اغلب الحاجات، بس كل حاجه طبعا في وراها بقى الوان واشكال وكده، فعايزاكم تيجوا وتلحقوا قبل ما هو يشيل الحاجات الصيفي علشان ينزلوا بقى الشتوي. تلحقوا في التصفيات خصوصا العرايس اللي هتيجي هتتبسط قوي، هتلاقي كل حاجه انت محتاجاها، هتلاقي ميك اب، هتلاقي اكسسوارات، هتلاقي هدايا، هتلاقي حاجات كتير قوي. فتعالوا بقى وهستناكم بقى ان شاء الله تقولوا لي رايكم، واشوفكم في جوله جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.